الله بعت لي. انا اكيد انه الله بعت لي. اول شيء شخص مهم مثله، ثاني شيء المعاش، انا عم تتخيلوا 1500 دولار، يعني خلص يعني حياتنا رح تتغير. ما بعرف، يمكن انا وياك بنظبط امورنا اسرع سامر، يمكن حتى نتجوز اسرع. الله يوفق يا بنتي، تستاهلي كل خير، بقدي انك عم تشتغلي عند فؤاد ابو السعد. يا الله شو بحب قصصه. ليكي عليا، تتذكري سنة الماضية على رمضان هيدا المسلسل اللي تعلقنا فيه شو كان اسمه؟ وشو بكي ولك؟ هيدي قصة المرأة اللي بتحب واحد فقير بتعيش معه بالتعتير، بعدين بتحب هيداك الغني وبتعيش أحلى عيشة، عرفتي؟ طيب أنا صار لازم أمشي، لازم شوفك بكرة رشا. حبيبي خليك معنا شوي. لازم أمشي. شو صار له دخلكم؟ حسيتوا شيء انه متضايقة؟ أكيد متضايقة رشا. صار لك ساعتين بتحكي عن فؤاد الغني رح يغير لك كل حياتي، وعن المعاش اللي رح يحل المشكلة اللي مش قادر هو يحلها. إيه وما كان ناقصنا إلا خبرية أم عبده، هيدا الفقير المعطر والرجال الغني وأحلى عيشة. أنا فاتي أعمل قهوة. يا لينا شو قلنا؟ فقير وعينه ضايقة كمان؟ وصل حبيبك وجايب لك بوكيه ورد احمر هالقد. لحاله ولا الدكتور معه؟ انا اسف. على شو؟ اسف على رد فعلي. انا عارف ان رد فعلي معاكي كان وحش قوي. ابدا، على القليله انت كنت صادق وما كذبت. طب ممكن تاخدي مني الورد ده وبعدين نتكلم؟ مش رح تبقى نصار سوا؟ يعني مش عايز تضايقك. تضايقني يا صبيت؟ هالقد ما بتعرف قيمتك عندي؟ شو حلو؟ ورد احمر كمان؟ ازيك يا روبي؟ كيس خليك؟ معلش مش ينفع عشان عمر قاعد بيستني برا في العربيه. أنا بطلع بعيط له. معزوم على السهرجو، في مجال؟ مش أنت موجودة؟ أوعى تسأليني هيك سؤال. ليش عم تبكي؟ كيف يعني ليش عم ببكي؟ عم تبكي لأنه سامر زعل منك أو لأنك ما كنت حساسة كتير معه وصرت تشوفي حالك عليه؟ ما شو الفرق أمي؟ كله ذات الشيء. لا مش ذات الشيء رشا، أوقات الإنسان بيضعف قدام شوية إغراءات بتحطهم الدنيا بوجهه. معلش بحق له هالانسان المسكين اللي عم بيتحمل الحياة وقساوتها انه يضعف شي مرة وينغر. ما في مشكلة، هالضعف ما بيخوف، وخصوصا اذا كان الانسان حساس وطيب واصيل مثلك. ماما انا ولا بحبه لسامر، بحبه وما بدي حدا غيره. ما بيهمني، ما بيهمني إذا كان فقير أو غني. مسحي دموعك، تعي نسهر شوي أنا وياكي. بكره بتروحي لعند سامر وبتعتذري منه وبتخلص القصة. يلا أنا ناطرتي. ما فهمت فتحي ونبيلة بيقربوك؟ لا خالص، هم مش قرايبي. هما كانوا صحاب ابوي وامي الله يرحمهم، وبعد الحادثه المشؤومه دي هما اللي ربوني وكانوا مسؤولين عني لحد ما كبرت، ان هما ما عندهمش اولاد. وعايشين بلبنان؟ بقالهم 7 سنين هنا. وانت بالقاهره بتشتغل بشركه عمك خيبيك؟ لا، الشركه بتاعت ابوي وعمي، النص بنص يعني، ودلوقتي بقت ليا انا وعمي وابن عمي مدحت.
حاسه حالي بعشا شغل. كنت دايما اسمع رجال الاعمال يقولوا رايحين عشا شغل، ما كنت افهم، هلا فهمت. عم بستفهم شو بيشتغل الاستاذ تامر؟ في الاستيراد والتصدير، مع اني مهندس مدني، واكتر حاجه بحبها في حياتي ركوب الخيل. عندي 3 مزارع خيل في مصر. كتير بحبها الرياضه، بس ركوب الخيل رياضه خطره. هيدا جات التبولي اللي طلبته مني على بكره، وهودي الملفوفات من القلب صفر مثل ما انت بتحبهم. مش لينضفوا ايدي من الشحم لأستطعم بالتبولي يا امي؟ عرفت، عرفت من الشحم وزيت الفريمات اللي محشيين تحت ضفيري. سدد نفسي ما بدي اكل بقى. شو صاير له؟ ما بعرف. فوتي شوفي شو اللي معصبه هالقد. انا بدي اعتذر، مضطر امشي، واصل شخص الماني على المطار. واحنا كمان مش متاخر، هنمشي على طول ورا حضرتك. عريحتكم. تفضل. باي حبيبتي. باي باي. وردة؟ نعم. خلي عيونك حشا حشا، انتبهي منيح. طبعا اكيد بيك. واعطي خفي قبل ما يفلوا، وعفيف خليه واعي كمان. حاضر، ما تعتل هم. بعده مسكر موبايله لهلا. طولي بالك، ما تتحرقسي هيك. بكره بتروحي لعنده بتحكي. اختك اتأخرت، قومي تلفني لشوفي وين صارت. يلا. شو عم تفكري؟ ما بعرف، 100 شغلة. راسي مليان أفكار، ما بعرف ليش. طيب قولي لي على شي فكرة واحدة مثلا. عم فكر مثلا إنه شي مطرح بهالعالم هلا وبهالتكة، في ناس كتير عم تموت من العطش. نحن قدامنا بسين مليانة مي بتشرب المينيموم مليون شخص تحت خدمتنا أنا وأنت وبس. شو رأيك بالفكرة؟ غريبة هالفكرة. مش إنه غريبة بالمطلق، بس غريب إنك تفكري فيها هلأ وهون. مظبوط غريبة. أنا كمان بفكر مثلك، قصدي إنه بقصد فكر مثلك مشان ضل حاسس إنه في ناس دائما. لا لا، أنا مش من هول تبع حقوق الإنسان يلي بيساعدوا الفقراء والمعطرين. لكن ليش تخطر ببالك هيك أفكار؟ ما بعرف، عن جد ما بعرف. مجنونة ما هيك؟ إيه بعد ما شفت شي. ليش هيك عم تطلع فيي؟ عايز أفضل باصص لك، مش مصدق أنا شايفك قدام عيني. طلع فيي بس قول شي. إحنا قلنا كتير واتكلمنا كتير، دلوقتي عايز ابص لك وبس. انت ساعات مش بتحس ان انت عايزه تفضلي ساكته؟ بلا، بس اما ما يكون مفروض علي. هو انا فرض عليك ده؟ طبعا، لما ترفض تحكي بالموضوع بتكون عم تفرضه علي. سوري تامر، بس مش قادره احكي بغير هالموضوع. وانا مش لاقي تفسير اللي انت عملتيه، ومش لاقي اجوبه للاسئله اللي جوايا. مش لاقي عشرين. اسألني، أنا بجاوبك. يعني أقدر أسألك من غير إحراج؟ أقدر أفكر معاكي بصوت عالي من غير ما تزعلي؟ طبعًا. أنتِ ليه خبيتي عليا؟ ليه؟ هل عشان أنتِ جامدة أوي؟ ولا ضعيفة أوي؟ عشان مش واثقة في نفسك ولا مش واثقة فيا؟
عشان خايفة تخسريني، ولا مش فارق معاك ان ارفض الموضوع او اقبله؟ اسئلة كتير جوايا مش لاقي لها اجوبة، مش لاقي اي جواب يريحني. شيريني انت غامضة اوي، ليه خبتي عليا؟ اعذريني، الوضع صعب عليا، صعب عليا شيرين. أرجوكي ساعديني، بعد إذنك ساعديني. خلص خلص يا شيرين، مش عايزك تعيطي. خلص يا حبيبتي، خلص ما تعيطيش، حقك عليا. بتعرف انه انا ما بعرف اسبح؟ جد؟ لك هلا شو هاللعبة؟ بدي احس بالمغامرة، انك تكون تحت المي وفوق المي بنفس الوقت. لا انت لازم تشوفي حكيم، بيساعدك كثير. انت حكيم بتعرف بمساعدتك؟ انا؟ جميل انت. مش مزبوط. يعني مش مغروم؟ مش مغروم. ليه هيك عم طلع فيي؟ مجنونة، انتي وحدة مجنونة. رشا معك رقم لشيرين صاحبتها لروبي؟ بيتها سلولارها شو ما كان؟ لا ماما ليش؟ اللي ساعة عم بتصل فيها مش عم بترد، ساعة وحدة صارت، ليش مش عم بترد؟ ليش؟ روقي ماما. قومي يا بنتي قومي، خلينا نبش بين وراقها بين دفاترها بلكي بنلاقي رقم شيرين دخيلي. روقي خلص اتركيني انا. اللي ساعة عم ضبط حالي ما بقى في يوم طول. روقي فجأة هاد قلبي ما بعرف ليش. شوفي شو هون. شو هيدا؟ هاي روقي. خش خش. شكله انا لحقت لك قريبه مرتب. يا عم انت دكتور علي نفسك بالبرد، لكن قلبك اللي وقع ده مين هيعالجه لك ان شاء الله؟ تامر البنت حلوه كتير بتفلج، لما كنت انا وياها بقلب المي طلعت فيه بطريقه حسيت انه حسيت قلبي بده يطلع من محله. كانه عم راهق. انا ما لا. يلا خش غير هدومك، اعمل دوش قبل. عال قومي هلا وخلي شوفير يوصلك على البيت بسرعه. يا ماما قلت لك بدي نام عند شيرين، بكره ما عندي جامعه ورح نطلع كلنا سوا على مزرعه الخيل. لا مش رح روح نام بالبيت واوعى الصبح على دجاجات ابو نعيم والولاد الصغار يلي عم يتخانقوا تحت شباك اوضتي. روبي عم بقول لك رجعي على البيت هلا. يا عمي ليه ما بتحبي تشوفيني مبسوطه؟ انا امك وعم بقول لك ترجع على البيت هلا. وانا بنتك وعم بقول لك ما بدي ماما، ما الك حق تفرض علي الهم والتعتير يلي فرضتيهم على رشا. تصبحي على خير وما بقى تتصلي فيي لانه خلصت بطاريتي. هيك بيحكوا مع امه؟ بليز شيرين، اذا بدك نضلنا اصحاب ما تدخلي بامور ما بتعنيكي. اوكي. Thank you.
ماما شغلتيني بالي. روبي بهالشي؟ روبي بهي كتير. شو في؟ روبي مش مسربة على البيت. كيف يعني مش مسربة على البيت؟ وينه؟ فوتيني مرشا، تركيني لحالي شوي، خليني سهرانة معك شوي. فوتيني محل، بدي فوتي، بدي اقعد مع حالي شوي. ليه بعد ما سهرانين انتو؟ امي ليه هيك تعرقبت هلا بتصنش؟ طيب حبيبي هلا فوتوا بنعيمو، هلا فوتوا على تختو، شو بدي اعمل؟ بس قبل انت بدك تقلي شو اللي معصبك هالقد ومش عم تقبل تحكي مع حدا؟ امي دخيلك ما بيني شيء. قومي فوتيها على تختو، ما فيني اشوفه هيك. مخانق مع رشا؟ ليه بدي اكون مخانق مع رشا؟ لانك مجروح، مبين انه في شيء جرحك كثير، والجرح ما له سبب الا الحب. سمر قولي لي، انت بتحلمي مثل كل هالبنات ما هيك؟ طبعا. بتحلمي بفارس الاحلام؟ انه كل بنت بتحلم بفارس احلامها. بيجي حصان ابيض. هلا بطل في حصان ابيض، هلا صار بيجي بسياره كشف بيضة، لابس بدله بيضة، حلو ونظيف وضحكته بتجنن. يعني غني فارس احلامكم على طول لازم يكون غني. يعني انا ماني صوره الشاب اللي بتحلم فيه رشا، صح؟ قليلي قليلي تكوني برات احلام حبيبتك. تسأليني اللي مجروح؟ تصبح على خير. ليه ما بتعرف تركب خيل مثل تامر؟ لأني جبان. مش مبارح قلتي لي إني أنا جبان؟ برافو، بلشت تعترف بحقيقتك. بفكر روح أربس الطير وخلي تامر يعلمني. جد بدك تركبي خيل؟ من وين بدي استأجر؟ طيب ما بتخافي إنه شيرين تتضايق؟ ليش؟ لا، انه وضعها الصحي ما بيسمح لها انها تركب خيل. لا بيسمح لها، رح نركب خيل انا وياها هلا بتشوف. شيرين
صباح الخير عليا، بك شي؟ ماما أنا رايحة عند سامر أشرب قهوة عنده وعند أهله وأعتذر. يلا باي. سلم الديات تكرم على الصعيد اللبناني طبعا والدولي، لان مهما جرت الاحداث مثل ما نحن او مثل ما نحن كنت ناطرتك يا خواجه وخايفه وعيك. خير شو في؟ راحت شيرين مع روبي والشبان على مزرعه خيول. شو؟ لشو؟ سمعت تامر عم بيقلها لشيرين مش راح اقبل الا مع علم كركوب الخيل. شو؟ وين المزرعه؟ وين المزرعه ورده؟ هولت ايه ما لبستش لحد دلوقتي ليه؟ ما بقدر تامر، اذا كسرت اجري مره خلص بقعد على الكرسي كل حياتي. شو رايكم؟ حلوين كتير، بس تعرف تركب خيل؟ طبعا لا، بس تامر رح يعلمني. يلا بينا. جراح عظم تنصحني جرب؟ يعني إذا تامر بده ينتبه لك مثل ما عم بيقول ليش لا؟ وين بقى أجره تياب؟ فرصة النشيط بده يشتغل. هيدا حياة الفقير ما بيقدر يفرس. سامر أنا بعتذر. ما شو عم تعتذر؟ أنت ما عملت شي غلط. أنا الغلط. فيك تقلي بشو أنت غلط؟ امبارح كل الليل كنت قاعد وعم فكر. شو جابرك تنطري واحد بيطلع بسنة قد ما بيطلع حدا تاني بنهار؟ جبرني اني بحب ما بكفي؟ مش ضايقة بكفي. سامر انت بتعرف قديش انا بحبك. بليز ما تخلي الشغلة سخيفة مثل هيدي تفرق بيناتنا. هيدي مانا شغلة سخيفة رشا. هيدي شغلة كتير مهمة. أنا حس عليها من زمان بس مكربج ومش عم بقدر أغير وضعي. عندي عائلة برقبتي وأوضاعي كتير صعبة وعم بفلح ليل مع نهار ومش عم بقدر لحق. اثنيناتنا سوا بنقدر نلحق سامر. بتعرفي شي؟ امبارح سمر اختي لفتت لي نظري على موضوع كتير مهم، انه ما في ولا بنت على الكرة الأرضية تحلم انه فارس احلامها يكون فقير. Thank you.
بيتي؟ ما خفتي؟ شو أنا جبانة؟ أكيد مش جبانة. أنا بس. بابا إذا بتريد. بابا أنت إذا بتريد أعطيني إيدي كنزلي. مش رح أنزل بابا. أستاذ تامر. احكي معي أنا بابا، أنا صاحبة العلاقة. أنا خايف عليكي. مش أكتر ما أنا بخاف على حالي. المهم معروف رجع على البيت بابا. إحنا مقضيين نهار سوا وبرجع عشية على البيت بنحكي أنا وياك. بعتذر تامر. ولا يهمك. يلا دكتور، حضرتك جراح عظم معاك؟ عن جد كتير عم بتزيد روبي. شو صاير لها؟ وبحياتها كانت هيك؟ هون بيتي؟ ايه، هلا الامير بيكتشف انه البنت الحلوه طلعت فقيره والبنت بتزعل وبتصير تبكي. كتير بتحكي عن الفقر هنا. ليش هالقد؟ بحسك كانه معقدة؟ لا، بس انه المصاري هي الهم الاول لكل الناس. لا، واللي بيقول لك غير هيك بيكون كذاب. لا، المصاري مش كل شيء. ولا كل شيء. المصاري هي الامل، هي الاحلام. طلع طلع بهالبيوت الفقيره، بقلب كل بيت في ناس عم بتفكر كيف بدها تحصل على مصاري لحتى تهشوا من هالحي، من هالحياه الحياة أحلى وأفضل وأريح. بقلب كل بيت في بنت عم بتفتش على الأمير الغني حتى يخلصها، بيخدها على قصر أحلامها. وجوا بيتك كمان في بنت عم تنتظر الأمير تيجي ياخدها؟ تمام. بلكي الأمير ما طلع غني وهي حبته. مش لازم تحبه. كان يوم حلو أوي. كان أحلى يوم بحياتي. تتجوزيني؟ تصبح على خير تامر. شيرين، أنا بسألك. سمعت شو طلبت. خلينا نأجل هالموضوع لبكرة. أنا بتفكر إنك رح أقبل بسرعة، ما هيك؟ بليز تامر، خلينا نأجل هالموضوع لبكرة. روح هلا وبس توصل طمني. دقلي من سليلارك لأنه أصلاً بعد ما معي رقمك. ولا أنا كمان. هرنلك منه لما أوصل. صباح الخير. لك يومين غايبة عن البيت روبي. عن جد؟ ما كنت عارفة. أنا تلفنت وعطيت خبر للماما. تلفنتي وقالت لك الماما ترجعي بتطبش الخط بوجهها؟ شو؟ عيني محامية دفاع رشا؟
انا بصطفي انا وامك، انت مالك مسؤوله عني. حلو كتير شوفير شيرين الجديد ومهذب، بيرافق البنات على بيوتهم. شو بتقصدي رشا؟ عم تتهميني انا بكذب عليكم؟ ابدا، بس الشاب اللي وصلك هلا منه شوفير شيرين، هيدا صديق حبيبه لشيرين، طلب انه يوصلني على البيت. بقول له لا، حكيم جراح عظم طلب يوصلني على بيتي، برفض؟ طبعا مش رح ارفض. شو عم بيصير لك روبي؟ كل يوم عم تبعد عنا اكثر من يوم. مايك حق، يمكن لانه افكارنا ما بتشبه بعض ابدا. هيدا شيء اكيد، نحن ما بنشبه بعض بالتفكير ابدا. تعي معي. شو بكون صوتكم طالع بهالليل؟ منو هالشاب الحلو كان عم بيوصلي؟ قولي ماما، أنا مستعدة أسمع كل كلمة بدك تقولي لي إياها، مع إنه بعرف إنه كلامك رح يكون كتير قاسي، بس مش أقسى من هالحياة اللي عم تجبريني أعيشها واللي عم جرب أطلع منها. من أنت وصغيرة كنت إذا بدك تحصلي على شغلة تستعملي كل الوسائل لتحصلي عليها. الوسائل اللي بتملكها طفل صغيرة حلوة كتير، مدللة من كل القرايب والجيران. أوقات تستعملي ابتسامتك الحلوة، وأوقات تبكي وما توقفي. اليوم طفلي كبرت وصارت بنت حلوة مثل القمر، كل الشباب بيتمنوا على جمالها ودلالها. خبريني هالطفلة اللي كبرت كيف مقررة اليوم تحصل على اللي بدها اياه؟ شو رح تكون الوسائل روبي؟ مش مثل ما انت مفكرة ماما. صحيح انا بختلف عنك وعن رشا، بس انا تربيتك. ولا عم بصير هيدا شو اسمه؟ اسمه اني عم بستفيد من كل الفرص يلي عم تنفتح قدامي لحتى اتعرف على الشاب اللي رح يكون جوزي بالمستقبل، يلي بيستاهل وبيستاهلني. لانه هون بهالحي وبين هالاربع حيطان مع بسينيتك ماما وام عبده مش رح حقق ولا حلم من احلامي. بعدين ما تخافي، بعرف كتير منيح كيف افرض احترامي على الشباب، وبعرف كيف اوصلهم بسرعه بدون ما يقدروا يحصلوا على شيء. كمان نوع من الابتزاز يعني؟ ممكن. والحب؟ وين الحب من كل هالقصة؟ حب ماما هيدا نوع من الفخ يلي بيوقع فيه نص نسوان الأرض وانت وحدة منهم، وأنا رح أعمل جهدي لحتى ما أوقع فيه. وإذا قلت لك إنه اللي عم بصير أنا ما بتحمله، ولا الجيران ولا الناس بيقدروا يتقبلوه، آخر همي هن. وإذا قلت لك إنه ماني راضي على طريقة حياتك هيدي؟ بقول لك إنه أنا كمان ماما ماني راضي عن طريقة حياتك، مثل ما اتفقنا إنه نحن ما بنشبه بعض. والحل؟ الحل انت بتقرري ماما، يا اما منعيش سوا كل واحد على ريحته، يا اما منفترق. شو يعني نفترق؟ انه تترك البيت؟ عليا ماما. عليا شو بك يا عليا؟ ماما تعا حبيبي تعي هون. عليا عادي عليا عادي. عم اهلك عم اهلك. جيب لك شي ماما، قولي لي بشو حاسه؟ حاسه اني فشلت، كان بدي بنتي تطلع هيك ابدا، كان بدي. النهارده وانا معاها حسيت ان انا بحبها قوي، حسيت ان هي قريبه كده من قلبي، بس يا اخي زعلت ان انا ما عرفتش اتصرف معاها كويس في المطار. فكرت اتاسف لها بس ما عرفتش اتاسف لها ازاي. بس بعدين رحت لها البيت وقلت لها ان انا موضوع رجليها ده ما يفرقش معايا، وبحبها وبموت فيها رغم كل التفاصيل دي،
وطلبت منها ان احنا نتجوز. ايه السر؟ وكنت فاكر ان هي تترمي في حضني. اتفاجئت بحزن شديد قوي في عينيها. وقالت لي امشي. امشي وخلينا نتكلم بكره. ايه اكيد. لما بتكون حست انك طلبت هالشيء بداعي الشفقه. ايوه بس ده مش حقيقي. بكير بعد على الزواج تامر. ما تتسرع. يا عمر هي فهمتني غلط. لو شيرين ما كان عندها مشكلة الأجرة كنت رح تطلبها بهالسرعة؟ هيك بدك تفكر. هي أكيد هيك فكرت لأنه واضح إنه بنت حساسة وذكية. أنا بدي أعمل شي نشربه. طيب أوكي أنا هلأ بتلصوبكم. شكراً. خيشو نهار الحلو. دقوا لي هلا من المعمل قلت اروح جيب تعويض ال 2000 دولار. اول نهار شغل و 2000 دولار. روبي حبيبي انت لك منهم 1000 دولار هول الزوده تبع الجامعه. وماما انت صار لازم تعملي فحوصات كامله. الحكيم صار له سنه ونص طالب منك فحوصات وبعد ما عملتيهم. انا كثير مبسوطه. رح فوت اتحمم وحضر حالي. خبرتني وردة انك وصلتي بالليل وكنت متضايقة شوي وطلعتي دغري على الأوضة. ما بدي اتحشر واسألك شو صار. بس بدي اعتذر منك على اللي عملته قدام تامر واصحابك. خفت عليكي كثير. وبذات الوقت حسيت بالخطر. حاسس انه بوجود تامر وحبك له قرب موعد افتراقنا. ولا يوم رح نفترق. اذا تزوجتي تامر اكيد رح ياخدك على مصر. يعني رح نفترق. تأخرت على موعد مهم بالشركة. انتبه حالك.